في هذا العرض سأقوم بحل مجموعة أمثلة عن إيجاد معادلات الخطوط بصيغة تقاطع الميل. بقليل من المراجعة فإن معادلة الخط تكون بصورة y تساوي mx زائد b، حيث أن m هو الميل و b عبارة عن تقاطع y. دعونا نقوم بحل مجموعة من هذه المسائل. إذن هنا لدينا خط ما ميله سالب 5، أي أن m تساوي سالب 5 وتقاطع y هو 6، b تساوي 6 إنها مباشرة. معادلة هذا الخط هي y تساوي ناقص 5x زائد 6، لم تكن سيئة. دعونا ننتقل إلى المعادلة التالية. ميل الخط هو سالب 1 ويحتوي على النقطة 4 على 5 مع 0. أخبرنا أن الميل هو سالب 1، إذن نحن نعلم أن M تساوي سالب 1، لكننا لسنا متأكدين بنسبة 100% حول موقع تقاطع Y. نحن نعلم أن هذه المعادلة ستتخذ شكل Y تساوي الميل سالب 1 ضرب X زائد B، حيث B هو تقاطع Y. الآن يمكننا استخدام معلومات أخرى، حيث أنها تحتوي على هذه النقطة، وهذه المعلومة جيدة لإيجاد B. بما أن الخط يحتوي على النقطة Y تساوي 0 و X تساوي 4 على 5، فيجب أن تحقق المعادلة. دعونا نعوض. 0 تساوي سالب 1 ضرب 4 على 5 زائد B. سأنزل للأسفل قليلا. دعونا نرى، نحصل على 0 تساوي سالب 4 على 5 زائد B. يمكن أن نضيف 4 على 5 لطرفي المعادلة، هنا وهنا. سبب قيامي بهذا حتى نحذف هذه مع هذه، فنحصل على B تساوي 4 على 5. الآن لدينا معادلة الخط Y تساوي ناقص X زائد 4 على 5. حسنا، الآن لدينا هذا. يحتوي الخط على النقطة 2 مع 6 و 5 مع 0، ولم يعطي لنا الميل أو تقاطع Y بشكل واضح، لكن يمكننا إيجاده من هذه الإحداثيات. أول شيء يمكننا فعله هو إيجاد الميل. نحن نعلم أن الميل M يساوي التغير في Y على التغير في X. دعونا نبدأ بهذا الآن. 6 ناقص 0، دعوني أفعلها بهذه الطريقة، أريد تلوينه. إذن هذا هو التغير في Y. أما التغير في X هو 2 ناقص 5، 5. وسبب أنني لونته هو أنني أريدكم أن تعلموا أنه عندما أستخدم هذه الواي أولا فعلي أن أستخدم هذه الإكس أولا. أريد أن أريكم أنه لا يمكنني استبدال الاثنين والخمسة بعد ذلك. حسنا، لنرى على ماذا سنحصل. 6 ناقص 0 تساوي 6، واثنين ناقص 5 تساوي سالب 3، إذن يصبح 6 على سالب 3، أي ما يعادل سالب 2. إذن هذا هو الميل، ونحن نعلم أن الخط يجب أن يكون، سأكتب هذا باللون البرتقالي، y تساوي ناقص 2 x زائد b. الآن يمكننا إعادة ما فعلناه بالضبط في آخر مسألة. يمكننا استخدام واحدة من هذه النقاط حتى نجد B. يمكن أن نستخدم أي واحدة فكلها تقع على الخط، وجميعها يجب أن تحقق هذه المعادلة. سأستخدم 5 مع 0. إذن دعونا نضع 5 مع 0 هنا. عندما X تساوي 5 فإن Y تساوي 0. إذن 0 تساوي ناقص 2 ضرب 5 زائد b، فنحصل على 0 تساوي سالب 10 زائد b. إذا أضفنا 10 لطرفي المعادلة
سيتم حذف هذه ونحصل على بي. بي تساوي 10. والآن نحن نعلم معادلة الخط، دعوني أكتبها بلون آخر. واي تساوي ناقص 2x زائد 10. وانتهينا. دعونا نحل واحدة أخرى. حسنا، يحوي الخط على النقاط 3 مع 5 وسالب 3 مع 0 كما في آخر مسألة. نبدأ بإيجاد الميل، إنه يعادل الارتفاع على البعد، أي التغير في y على التغير في x. حسنا، الآن دعونا نحسب. دعونا نبدأ بهذا الجانب أولا حتى أريكم أنه يمكنني فعل هذا. فلنقل أنها 0 ناقص 5 هكذا. إنني أستخدم هذا الإحداثي أولا. تذكروا أنه يجب عليك أن تضع y في البسط و x في المقام. التغير في x سيكون ناقص 3 ناقص 3 أو سالب 3 ناقص 3 ناقص 3. هذا الإحداثي سالب 3 مع 0 وهذا الإحداثي 3 مع 5. نطرح ذلك، على ماذا سنحصل؟ بلون آخر سأكتب. هذا يساوي في البسط لدينا سالب 5 ثم سالب 3 ناقص 3 تساوي سالب 6. نحذف الإشارة السالبة ونحصل على 5 على 6. نحن نعلم أن المعادلة ستكون بصورة y تساوي 5 على 6 x زائد b. الآن يمكننا أن نعوض بواحدة من هذه الإحداثيات لنجد b. أفضل دائما استخدام الإحداثي الذي يحتوي على 0. عندما x تساوي سالب 3 فإن y تساوي 0. نعوض، 0 تساوي 5 على 6 مضروبة في سالب 3 زائد b. وأعلم أنه يمكنني فعل ذلك لأنه يقع على الخط. هذا يجب أن يحقق معادلة الخط. دعونا نجد b لنبسطها. إذا قسمنا 6 تقسيم 3 فهذا يساوي 2. يصبح لدينا 0 تساوي 5 على 2 سالب 5 على 2 زائد b. يمكننا أن نضيف 5 على 2 لطرفي المعادلة، إذن زائد 5 على 2 وزائد 5 على 2. إذن تصبح المعادلة 5 على 2 تساوي b. b إذن b تساوي 5 على 2. إذن معادلة الخط هي y تساوي 5 على 6 x. 5 على 6 x زائد 5 على 2. وانتهينا. دعونا نحل واحدة أخرى. لدينا رسم بياني هنا، دعونا نجد معادلة هذا الرسم. ما هو الميل؟ إنه التغير في y على التغير في x. دعونا نرى، عندما يكون التغير في x هو 1، ذاك هو التغير في x يساوي 1. ما هو التغير في y؟ يبدو أن y يتغير بمقدار 4. إذن التغير في y يساوي 4 عندما التغير في x يساوي 1. حسنا، إذن التغير في y يساوي 4. إذن الميل يساوي 4. والآن ما تقطع y؟ يبدو أنه يتقطع مع محور y على النقطة 0 مع سالب 6. إذن أصبحنا نعلم أن b تساوي سالب 6. إذن عرفنا معادلة الخط. معادلة هذا الخط هي y تساوي 4x.
لنكتبها بنفس الألوان، الناقص 6. إذن هذه هي معادلة الخط. دعونا نحل واحدة أخرى. F لواحد ونصف تساوي سالب 3، و F لسالب 1 تساوي 2. ما هذا؟ حسنا، إن هذه عبارة عن طريقة ممتازة تخبركم أن النقطة عندما X تساوي 1 ونصف في الاقتران، إنها تقيم لتعطي سالب 3، وهذا يوضح أن الإحداثي 1 ونصف مع سالب 3 يقع على الخط. ثم يخبرنا أنه عندما x تساوي سالب 1 فإن f x تساوي 2. إنها طريقة ممتازة للتوضيح بأن كلا هاتين النقطتين تقعان على الخط، لا يوجد شيء غريب. أعتقد أن فكرة هذه المسألة تقوم على أن يصبح رمز الاقتران مألوفا لك. إذا قيمت الاقتران على 1 ونصف ستحصل على سالب 3، إذن هذا هو الإحداثي إذا تخيلت أن y تساوي f x وتساوي سالب 3 عندما x تساوي 1 ونصف. على أي حال، دعونا نجد ميل هذا الخط. الميل يساوي التغير في y مقسوما على التغير في x. لنبدأ من 2 ناقص سالب 3، هذه قيم y مقسومة على سالب 1 ناقص 1 ونصف، إنني أستخدم الألوان لأنني أريد أن أوضح لكم أن كلاهما أتيا من هذا. إذا استخدمت الإحداث الأول من هذه النقطة في البسط، علي أن أستخدمه من نفس النقطة أولا في المقام، يصبح لدينا 2 ناقص سالب 3، وهذا يعادل 2 زائد 3 أي 5، ثم سالب 1 ناقص 1 ونصف تساوي ناقص 2 ونصف. 5 تقسيم 2 ونصف تساوي 2. إذن ميل هذا الخط هو سالب 2. في الواقع سأخذ جانبا حتى أوضح لكم أنه لا يهم الترتيب الذي أضعه. دعونا نستخدم الإحداث الثاني أولا، دعونا نفعلها بطريقة أخرى. إذا وضعت سالب 3 ناقص 2 مقسومة على 1 ونصف ناقص سالب 1، ويجب أن يعطيني نفس الإجابة. كم يساوي هذا؟ ناقص 3 ناقص 2 تساوي ناقص 5 مقسومة على 1 ونصف ناقص ناقص 1، هذا يعادل 1 ونصف زائد 1، إذا تقسيم 2 ونصف، ومرة أخرى هذا يساوي ناقص 2. أردت فقط أن أريكم أنه يعطي نفس النتيجة. إذا كانت هذه إكس الأولى فيجب أن تكون هذه واي الأولى، لكن على أي حال نحن نعلم أن الميل هو سالب 2، إذا المعادلة هي واي تساوي ناقص 2 إكس زائد بي. دعونا نستخدم واحدة من هذه الإحداثيات. عندما إكس تساوي سالب 1 فإن واي تساوي 2، نعوض 2 تساوي ناقص 2 مضروبة في ناقص 1 زائد بي. ناقص 2 ضرب ناقص 1 تساوي 2. إذا طرحنا 2 من طرفي المعادلة نطرحها من كلا طرفي هذه المعادلة ونحصل على 0 على الجانب الأيسر، إذن بي تساوي 0. إذن معادلة الخط هي y تساوي ناقص 2 x. في الواقع إذا أردتم أن تكتبوها بصورة اقتران فستكون f x تساوي ناقص 2 x. لقد افترضت أن y تساوي f x، لكن في هذه المعادلة لم تتم الإشارة إلى y هنا، إذن يمكنك أن تكتب f x تساوي ناقص 2 x. كل من هذه الإحداثيات هي إحداثيات ل f x و x. حسناً،
يمكنكم أيضا أن تعتبروا تعريف الميل على أنه التغير في f الاكس مقسوما على التغير في x. هذه هي جميع الطرق لاستعراض نفس الشيء.